نحن نذكر بارك الله فيكم أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة أيا كان هذا الإنسان، لو بلغ ما بلغ من العلم ومن التقى ومن الورع، مهما بلغ فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة ما دام أنه حي. لا أحد يأمن على نفسه الفتنة. والإنسان واعلم يقينا أنك متى ما أمنت على نفسك الفتنة واطمأن قلبك، يعني أمنت على نفسك أنك من لن يزيغ قلبك وحصل لك الطمأنينة في ذلك، اعلم يقينا أن بذلك أنت، نسأل الله العافية والسلامة، في طريقك إلى الضلال إن لم تكن وصلت، نسأل الله العافية، أنت في طريقك للوصول. لأنه يا أحبة، المؤمن ينبغي أن يكون قلبه معلق ما بين الخوف والرجاء، ما بين الخوف والرجاء. فإن أمن على نفسه الفتنة وقع خلاص، إذا حصل من نفسه الطمأنينة وثقة على أنها يعني ما علي خوف، على أنك كذا، على أنك كذا، على أنك كذا، وما خاف وما حذر وقع، نسأل الله العافية والسلامة. هذه قصة يعني للعظة والعبرة. أنا يشهد على كلامي هذا قوله تعالى ربنا، يعني هذا من دعاء المؤمنين اللي الله عز وجل أثنى عليه وذكر في كتابه، قال ربنا ماذا يا أخواني؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لاحظ الآن هم هدوا لكنوا يخافون من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نثبت بها على هذا الدين إنك أنت الوهاب. هذا من دعاء المؤمنين. وأيضا قوله تعالى ولولا أن ثبتناك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، باب أولى غيره، انتبه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، باب أولى من هو أقل من الرسول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي والله عز وجل يقول لولا أن ثبتناك، لو لم يحصل الثبات من الله عز وجل للرسول لما كان له أن يثبت على هذا الدين. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم باب أولى من هم دون الرسول عليه الصلاة والسلام، أحدهم، وهذا أنا يعني وقفت عليه، كان يعد من حفظة القرآن، تخيل، حافظ للقرآن. ونسأل الله العافية والسلام، انحرف في باب متعلق بالشهوات. تخيل الآن، أبيك تستدرك معي الأمر خطورته، أن الواحد ما يأمن على نفسه الفتنة، وتحول من شخص كان حافظ للقرآن إلى شخص منحرف في أخلاقه، طور الأمر إلى أن هذا الشخص ليس فقط أصبح منحرف بل أصبح يدعو للانحراف وهو حافظ القرآن. يا الله، تخيل، لا تأمن على نفسك الفتنة، لا تأمن على نفسك الفتنة. هذا الشخص من فضل الله سبحانه وتعالى عليه شرح الله صدره وتاب. وكان يعني الشيء اللي هو كان يدعو له، حسابه اللي كان هو موجود فيه، حذف كل ما فيه ورجع وتاب. فيسر الله سبحانه وتعالى أني تحاورت معه، أخذ وأعطي معه، علّه إن شاء الله يعني يكون سبب في أننا يعني نعينه على الثبات. استعانتنا بالله، نأخذ نعطي معه، نشجعه على الاستقامة. فكنت أقول له عن القرآن وأقول له عن كذا وأقول له عن كذا، فتفاجأت بأن هذا الشخص
حافظ القرآن. سبحان الله. والأعجب أنه من بيت محافظ بالكامل. يا الله، سبحان الله العظيم. وانحرف هذا الانحراف جدا خطير، خطير جدا. تخيل هنا إذا فيه عبر، ما في حد يعمل على نفس الفتنة. انتبه، كونك صاحبت القرآن مو بمعنى أنك يا أخي خلاص انتهى الأمر. اللي عليه المدار أنك تستمر مع القرآن إلا أن تلقى الله. قال إنك ما علمت ما بدلوا بعدي، ما بدلوا بعدك. يقول يمر علي أقوام كنت أعرفهم، قال إنك لا تعلم، إنك لا تعلم. نسأل الله العافية والسلامة. هذا حديث: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة في هذا أنه ما في أحد يأمن على نفسه الفتنة. ومعروف يعني قصة شخص كان مؤلف كتاب في التوحيد، مؤلف كتاب في التوحيد وعالم، انحرف 180 درجة إلى ملحد. أعوذ بالله، حتى أمن على نفسك الفتنة. ذكر لي شيخنا إمامنا شيخ ابن باز رحمه الله، قيل فلان ضل أو فلان انحرف، قال لعله من أمرين. وهذه من أكثر انحرافاتكم بسبب، احذرها، تكون بسببها هذا الأمرين، اكتبها دونها عندك في ذهنك. الأمر الأول هو خطير جدا: ازدراء أصحاب المعاصي. يكون يمر وينظر صاحب المعصية بشيء من جانب ما يتعلق بالكبر والغرور، يزدريه، أو بالأصح يكون دق، يسخر منه، يسخر منه، ما يقول الحمد لله اللي عافاني، يسخر منه. مر على شخص مثلا على سبيل المثال واقع في معصية الدخان مثلا، ذكره بشيء من السخرية. هذا ما تنزل سكارة من يده. هذا كذا 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 كذا، يضحك، هذا منتهي، هذا كذا هذا كذا، يسخر منه. يا الله، تمر الأيام، سبحان الله، ما عير أحد بذنب، هذا كلام ابن القيم، إلا ابتلي به، أعوذ بالله. تمر الأيام يقعه فيه، يعلم من حال شخص مثلا أنه واقع في نظر من حرام، نسأل الله العافية والسلام، يسخر منه. هذا كذا، هذا ما بقى شيء، ما هذا كذا هذا كذا هذا كذا، يسخر منه. ثم تمر الأيام ويقع في هذا الذنب وينحرف، نسأل الله العافية. إذن أول أمر السخرية ممن يقعون في المعاصي وعدم سؤال الله العافية. لأنك أنت ما هو بالهداية، هذا شيء أنت شطارة منك ولا شيء، الله اصطفاك وفقك لها، اشكرها، حافظ عليها، سل الله العافية. لما ترى أحدهم انحرف عن المسار، انحرف عن الجادة، ادع له بالهداية، احمد الله اللي عافاك. أما أنك تسخر منه، تزدريه وتعايره، هذا نسأل الله العافية، تمر الأيام وتقع في هذا، نسأل الله العافية. الأمر الثاني: الكبر.
عمرو الثاني الكبر والغرور. ف يعني يمر فيأتي في داخله في قلبه: أنت ما أنت بسيط، أنت من مثلك، أنت ما يعني شوف هذا فلان وين، شوف أنت ما شاء أنت عندك كذا، شوف هذا فلان وين أنا كذا. كم واحد في عائلتنا في حافظ القرآن قبل لا أنا، كل هذا ترى في نفسه. ها يجيه الغرور الكبر، انحراف، انحراف شديد جدا. وهذا اللي حصل مع الشيطان الرجيم أعاذنا الله منه، انحراف من عابد إلى أعوذ بالله عاصي لله جهرا، جهرا أمام الله سبحانه وتعالى، أعمى بصيرته الكبر. وهذا اللي دفع أيضا أصحاب، دفع إخوان يوسف، دفعهم إلى أن يلقوا يوسف في غيابة الجب، دفعهم جانب الكبر وغرور بالناس. تكون من بعده قوما صالحين، جاءهم شيء من النفس، حظوظ النفس. لكن انتبه، تبرأ من نفسك، هذه تبرأ من نفسك، أنا سويت، أنا وضعت، أنا لا، فضل رب العالمين، ما كان لي من شيء، ذاك فضل رب العالمين، أنت عملت كذا ما، لا لا، هذا فضل من الله، الله يغفر لنا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. انتبه، لا يدخل عليك حظوظ النفس والثناء والبديع هذه وتغتر، انتبه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم توفيق الله لكذا كذا كذا، ويبعد عن نفسه، ما يقول شيء لنفسه، يسلم يسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم. يا أخوان، يا أخوان، يا أحبة، يا كرام، يا رجال، وضع ينبغي الواحد أن يتفطن، ينبغي أن يعقل، ينبغي أن يستدرك، ينبغي أن يتبصر. يا أخي، دينك دينك دينك، حافظ على دينك، سأل الله سبحانه وتعالى العافية، اسأل الله ليلا نهارا أن يثبت قلبك على هذا الدين. القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء، اسأل الله العافية. فلان فتن بنظرة، فلان فتن بشهوة، فلان فتن بشبهة، أنت سل الله العافية، لا تفتن، سل الله العافية يا مقلب القلوب. اللهم أرني الحق حق وارزقني اتباعه، أرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه، أحيني مسلما، أحيني مسلما، أبيتني مسلما، ابعثني مسلما، لا تخزني. اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. أكثر من هذا الدعاء، أكثر من هذا الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يقبل ممن تاب، وأن يغفر لمن أناب، وأن يثبت القلوب على الدين حتى نلقاه. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، 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 يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن أزلفت لهم الجنة، اللهم اجعلنا ممن أزلفت لهم الجنة، ولا تجعلنا ممن برزت لهم النار. اللهم إنا
ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، مساكين فارحمنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنخزى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنخزى، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ارحمنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.